مرحبا، شو اسمك؟ حميد مانع عيسى. مريم مانع عيسى. هارب مانع عيسى. تعرفون شو بتجربون اليوم؟ باكل؟ أبني؟ يلا، تفضلوا جربوا. كيف طعمه؟ حلو. جربني. حلو. شوية حار. شو تحسون مكوناته؟ ماي؟ طعمه ما أعرف. أظن طعمه يشبه المانجو. يعني جربني المانجو. هذا يشبه العيش بس ما أظني عيش. ما في كيف أشرح الطعم. أتوقع حضيف فيه عشب أخضر. تعرفون شو اسم الطبق؟ هي شو هذا؟ اسم الطبق ملوخية. حارب كان في البيت يقول يمكن يحطون ملوخية. هذه ملوخية؟ ملوخية؟ كم تقييمك للطبق من 10؟ أعطيه 9 من 10. 7 من 10. يعني مو وايد وايد حلو، بعطيه 7. شو تتوقعون هذا الطبق؟ أعرف. أتوقع أن هي شوربة. شوربة؟ يشبه شوربة. يلا، تفضلوا جربوا. شو تتوقعون داخله؟ أنا شفت حبوب وشي ثاني بس ما أعرف. لا أظني جزر؟ أشوف فيها هذا جزر ولا؟ شو أكثر شيء عيبكم في الطبق؟ من الأبيض اللي فيه. أكثر شيء عيبني الحبوب. أكثر شيء عيبني الشوربة. اسم الطبق شوربة لسان العصفور. لسان العصفور؟ حلو ولا مو بحلو؟ لا. كم تقييمك للطبق من 10؟ 10 من 10. 5. 10 من 5. 5 من 10. شو تتوقعون هذا الطبق؟ أحس طعمه حلو. أحس طعمه مو حلو. ما على بيض، يعني نفس الثلج بس مو ثلج. حلو. ما يعني. شو أكثر شيء عيبكم في الطبق؟ هذا أحمر. لا ما عيبني شيء داخله ولا شيء عيبني. ما بكنا ثاني. اسم الطبق رز باللبن. رز باللبن. رز باللبن. أوكي، رز باللبن ما عيبني. كم تقييمك للطبق من 10؟ 0 من 10. واحد. ما عيبني. بعطي 1. أي واحد من الأطباق الثلاث حبيتوه أكثر؟ عجبني أكثر شيء الملوخية. لسان العصفور. أكثر شيء عجبني لسان العصفور. أي واحد من الأطباق الثلاث ما حبيته؟ ما عجبني لسان العصفور. ما حبيت الرز باللبن. أكثر واحد ما عجبني رز باللبن. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.